أكد سعادة الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم أن القيادة الرشيدة حريصة على تقديم الخدمة التعليمية ذات الجودة العالية لجميع فئات الطلبة، ومن بينهم فئة ذوي الاحتياجات الخاصة ومرضى السرطان. وكانت وزارة التربية قد بدأت بإدراج الطلبة المصابين بالسرطان ضمن فئة الطلبة من ذوي الاحتياجات الخاصة منذ العام 2014، ليصل مجموع الطلبة المدمجين من الفئتين إلى 1300 طالب وطالبة في جميع المدارس. أشاد سعادة الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم بالدعم الذي تقدمه الحكومة الرشيدة للطلبة من ذوي الاحتياجات الخاصة، والذي مكنهم من تجاوز جميع الصعوبات والعقبات أثناء دراستهم وتحقيق النجاح والتفوق. جاء ذلك لدى تكريم سعادته للطلبة المتفوقين من ذوي الاحتياجات الخاصة وأولياء أمورهم، والطلبة المتخرجين من مرضى السرطان والمتعافين منه. محاربة السرطان، والحمد لله أنا حين سفيرة أطفال مرضى السرطان. أنا الحمد لله عانيت فترة طويلة من السرطان، تقريباً 7 سنوات، يوم كان عمري 12 سنة. وتعطلت من المدرسة تقريبا 3 سنوات، ربعي اللي في سني تخرجوا وأنا للحين ما زلت أصارع المرض، والحمد لله يعني اليوم اللي بعد 16 سنة تقريبا، الحمد لله أنا اليوم خريجة. الحمد لله هاي كلها بفضل الله، ثم بفضل وزارة التربية والتعليم إن هم سهلوا التدريس لمرضى السرطان. احنا لأن مرحلة علاجنا وايد تعطلنا، وايد تعبنا، والكيماوي وايد يأثر على الذكرى، على يعني كنا ندرس وننسى كل اللي درسنا. فلما صار هاي القرار الحمد لله يعني كل المرضى تسهل لهم، وانا الحمد لله يعني بعد ما تعطلت سنوات طويلة الحمد لله انا اليوم خريجة طالبة محاربة لمرض السرطان. طبعا الحمد لله هالمرض ما سبب لي اي اعاقة في دراستي. معدل الفصل 99.6، معدل التراكمي 93.8. احب اشكر مدرستي بالاخص مديرة المدرسة استاذة عزيزة محمد فخرو، كذلك كل معلماتي وكل اصدقائي، واحب اشكر اهلي، كذلك احب اشكر سعادة الدكتور ماجد بن علي النعيمي، وانا فخورة بتواجدي اليوم في هاي المكان، كذلك وزارة التربية والتعليم، إن لا يخلون هاي المرض عائق على دراستهم، على حياتهم، إنهم يقدرون يحاربون هاي المرض. الحمد لله رب العالمين تخرجت، وبفضل الله ثم بفضل الهيئة التعليمية في مدرسة الهداية الخليفية. طبعا أشكر وزير التربية والتعليم، أشكر قيادة الرشيدة على كل اللي بذلوه عشان نوصل حق هالمرحلة. الحمد لله رب العالمين. واجهت صعوبات وايد، لكن الحمد لله رب العالمين فضل الله ثم فضل وزارة التربية والتعليم تخطيتها كلها. شعوبة بحصولي على هاي المعدل بالطبع أنا فرحانة، وكنت أطمح أني أوصل إلى مرتبة أعلى، بس هاي اللي شاء رب العالمين. بالنسبة لدعم المدرسة اللي هي طبعا قدموا لي بعض التسهيلات، منها أنه في امتحانات المسموعة كانوا يلجؤون إلى أنهم يقرؤون لي النصوص بدل ما يخلوني أستمع إليها من المسجل أو الريكوردر، بالإضافة إلى جهود عائلتي في أنهم ساعدوني ودعموني في مسيرتي التعليمية. أيضا هناك بعض المعلومات اللي وجهوا لي الدعم بشكل خاص. أكد الوزير أن قيادة بلدنا العزيز حريصة على تقديم الخدمة التعليمية ذات الجودة العالية لجميع فئات الطلبة، ومن بينهم فئة ذوي الاحتياجات الخاصة ومرضى السرطان. أتقدم بالشكر الجزيل لقيادتنا الحكيمة ولوزير التربية ووزارة التربية بشكل عام، وللإدارة التعليمية في مدرسة النور بشكل خاص على دعمهم لبنتي منال، لأن مرت بظروف صحية فقدموا لها دعم وايد، توفير خدمات حتى الامتحانات إذا ما كانت تقدر تقدم في قاعة الامتحان نتقدمها بروحها في صالة خاصة. والحمد لله تعدينا كل الصعوبات ووصلت لها المستوى وبتفوق الحمد لله. أحب أن أشكر قيادة البلاد على الجهود الذي بذلتها والقرارات التي من خلال وزارة التربية تم تنفيذها بخصوص الحالات الخاصة اللي أدت إلى تفوق الطلبة. الحمد لله بفضل هذه الجهود، بفضل هذه القرارات العليا، استطاعوا الطلبة أن يتفوقوا ويحصلوا على النتائج إلا توصلهم إن شاء الله للمراتب العليا ومواصلة دراستهم وتفوقهم ويخدمهم وطنهم بعد تخرجهم إن شاء الله. بصراحة شعوري اليوم يعني ما يوصف، مستانس بتفوق ولدي الحمد لله رب العالمين،
وأشكر القيادة الحكيمة، أشكر جلالة الملك وسمو رئيس الوزراء وسمو ولي العهد، وأشكر وزارة التربية والتعليم وعلى رئيسهم طبعا سعادة الوزير الدكتور ماجد النعيمي على كل الدعم اللي قدموه حق ولدي. أنا ولدي كان مريض طبعا، والحمد لله رب العالمين يعني وجدنا كل الدعم وكل التسهيلات من وزارة التربية والتعليم ومن سعادة الوزير. وحدة أو إدارة التربية الخاصة بتسهيلات للمرضى مما سهل أيضا المهمة عليهم في بعض النواحي. طبعا هذا الجهد اللي بذل الولد والرعاية اللي حصلها من الوالدين والوزارة أتمنى أن تثمر أيضا في تخصص المستقبلي في مجال الويب ميديا أو في الآي تي بشكل عام، ويخدم إن شاء الله نفسه ويخدم وطنه بإذن الله. وكانت الوزارة بدأت بإدراج الطلبة المصابين بالسرطان ضمن فئة الطلبة من ذوي الاحتياجات الخاصة منذ العام 2014، إضافة إلى دمج هؤلاء الطلبة في المدارس ليصل مجموع الطلبة المدمجين إلى 1300 طالب وطالبة في جميع المدارس.